الأستاذ هاشم كريم، أولا مساء الخير على حضرتك. ما الذي يجري الآن داخل وخارج الكونجرس الأمريكي؟ أهلا يا أحمد باشا، إزاي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله. اللي بيحصل حاليا في الكونجرس الأمريكي كما تعلم هو في عملية ديبيت على أساس يعني هي عملية شكلية أكتر منها قانونية. هم دلوقتي ما يقدروش يغيروا الانتخابات ولا يعملوا أي حاجة. إنما من الإجراء الشكل القانوني ان الكونجرس يوافق على الانتخابات، واعتقد في النهاية هيوافق رغم ان في حوالي 13 او 14 من الحزب الجمهوري معترضين على هذا الاساس، وعدد من انما في اصوات تكفي ان الموضوع ينتهي. حاليا في المظاهرات اللي كان ترامب طلبها تبقى موجودة في واشنطن النهاردة، وهو خرج لهم الصبح وقال لهم المفروض ما تبقوش هنا في الوايت هاوس، المفروض تروحوا الكونجرس. فالمفروض الكونجرس ما عندوش الحراسة القوية عشان يقوم بهذا الموضوع. إلى حد ما حاليا المظاهرات تعتبر سلمية، يعني رغم أنهم وصلوا تقريبا ودخلوا إنما ما دخلوش داخل الكونجرس من جوه. هم دلوقتي في البهو، يعني في المدخل الرئيسي. في المدخل الرئيسي مظبوط. فما أعتقدش أنهم يقدروا يدخلوا في يعني يوصلوا، وإلا تبقى فيه مشكلة كبيرة، لأن فيه أعضاء السنت وفيه الديد يعني الاجراءات شغاله حاليا. مش ممكن يتم الكلام ده يعني. هم قفلوا دلوقتي الكونجرس خلاص، قفلوا الابواب كلها. طبعا. حضرتك بتقول لي صعب انهم يقتحموا الكونجرس جوه الكونجرس وقت التصويت، صعب. بالظبط. لان ده ممكن يعمل مشكله كبيره. طبعا مشكله كبيره جدا، لان بتحصل حتى يعني اصابات حتى بدون قصد نتيجه التفاعل والجري والزحام من جوه والسكيورتي، مش ممكن يعني. الامن يعني واقف اهو، الامن واقف طبعا، عامل حمايه كبيره جدا على المداخل الكونجرس زي ما احنا شايفين. طبعا سوري يعني موقف عامل يعني ولا دول العالم الثالث كما يقولون يعني. المشهد ده غريب على امريكا. جدا جدا جدا. انا حضرت هنا طبعا اكتر من ايام نيكسون حتى. نعم. وفي ابسط الامور نائب الرئيس الامريكي ايام جورج بوش في 2000 لما ترشح، وكان هو اللي معاه اكثر الاصوات عاده اكثر من جورج بوش، وربما كما تتذكر قعد يعد في الاصوات وهو ساب الانتخابات على 570 صوت على مستوى امريكا بالكامل. كانت فلوريدا اعتقد. نعم كانت فلوريدا. كانت فلوريدا بالضبط كده. اتفضل. وقعدوا يعدوا فيها بالايام وطلعوا 517 او 570 صوت، وفي النهايه المحكمه الدستوريه قالت لك يعني ليس هناك حل، دي اصوات يعني وليس هناك وقت لعمليه المراجعه. وقام بالاعتراف والتنازل عن هذا بابتسامه في الكونجرس. نعم. ودي عمليه خطيره الحقيقه. فاللي حصل النهارده مشهد غريب، وبالتالي صعب على امريكا هذه المشاهد، يعني تبقى العالم كله بيتابع هذا الامر. انه طيب الرساله ايه الهدف من هذا؟ ايه الرساله اللي عايزين يوصلوها؟ هل تشكيك في الشرعيه؟ هل انه يعني حدوث صخب في الشارع طول الوقت؟ هو للاسف الشديد ترامب في الاول كما تعلم يوم الانتخابات 3 نوفمبر على الساعه 8 بالليل بدات النتائج تظهر، فكان متقدم. وفي ولايات كان متقدم فيها ب 670 ألف صوت زي بنسلفانيا مثلا. فعلى ثاني يوم اتقلبت الصوره تماما. واصبح هو الخاسر. فانت عارف كان في حاله شوك، يعني مش ممكن عدد الاصوات الكبيره دي كلها يعني تتلاشى بهذه الصوره. الهوملاند سكيورتي للاسف الشديد او بعض المسؤولين اللي فيه قالوا له لا، ده هناك تزوير وممكن اثباته. فطبعا هو بالنسبه له كما لو كانت القشة التي يعني في ظهره يتمسك بها، وقام فعلا بالعملية دي على أساس أنه هو يقوم لازم يعيد مرة واثنين وثلاثة، وتمت الإعادة ربما كما تعلم، وإعادة الفرز مرة واثنين وثلاثة، ولم يكن هناك أي أخطاء على الإطلاق. للأسف أنا طبعا عضو في اللجنة العليا للحزب، إنما يعني لا يمكن يعني مش ممكن يعني الكلام اللي بيتم ده، لأنه يعني أعتقد ضد كرامة أمريكا حتى على الأقل على المستوى العالمي.
التوقعات ايه الساعات القادمه؟ الناس يعني هتفضل في الشارع كده وتوقعات ايضا الرئيس ترامب، ايه التوقعات؟ هل بيجهز انه يخوض الانتخابات القادمه ولا لا؟ ولا لسه الحزب الجمهوري ما خدش قرار؟ اولا المجموعات الموجوده هتفضل موجوده يمكن لغايه الساعه 5 لغايه لما الكونجرس ينتهي ويصدر يعني شبه الاعتراف الكامل بالنتائج. نعم. وان بايدن هو الفائز. ده اولا. نعم. وبالطبع سوف في الوقت نفسه هم بعتوا شويه من الحرس، يعني كثروا الحرس في المنطقه علشان ما تحصلش اي مشاكل. ده يعتبر القرار النهائي تماما. نعم. في يوم 20 هو قدامه حلين. اما يعترف او لا يعترف up to him يعني. انما يوم 20 الساعه 12 ظهرا كما تعلم هتكون ولايته منتهيه بالكامل، وبايدن هيحلف اليمين ولا يستطيع زي هو ما بيقول انه مش هيخرج ومش هيمشي. لان حسب يعني ما اعرف ان يعني ممكن او القوات المسلحه والجهاديزه تدخل سوري يعني تشيله بره الكلام، العمليه تبقى خطيره يعني ولا سمعنا عنها حتى في التاريخ يعني. نعم. فده الحل. انما اعتقد انا رايي كما تعلم هو عليه قضايا ومشاكل كبيرة جدا بالنسبة للضرائب وبالنسبة لمواقف أخرى. أعتقد ربما يتنازل عن الرئاسة في خلال الأيام على اعتبار أن نائب الرئيس الأمريكي يجي ويصدر له عفو كامل. زي ما حصل أيام نيكسون. لا استاذ هاشم، حضرتك بتقول حاجه مهمه قوي قوي، انه ممكن الرئيس يتنازل عن رئاسه خلال ايام ويسلمها لمايك بنس. هو طبعا هيتنازل باعتباره انه هو غير موافق ومعترض ولا يمكن يقبل هذا الكلام، وبالتالي هو متنازل. اوكي. لما يتنازل قانونا نائب الرئيس يبقى هو رئيس الجمهوريه. ومن حق رئيس الجمهوريه في الوقت ده اللي هو نائب الرئيس ان هو يصدر عفو عن اي حد للعلم يعني بدون مساءله وبدون تدخل الكونجرس. فزي ما حصل ايام نيكسون وجيه فورد كان نائب الرئيس. ولما نيكسون تنازل عن العرش او قصدي عن الرئاسه، اول قرار اخذه فورد immediately ان هو اصدر عفو عن نيكسون. ولكن هذا العفو فقط على القضايا الخاصه بالحكومه الفيدراليه. لا اكثر ولا اقل. انما لا تعني ان يبقى في عفو على القضايا الاخرى اللي عليه في الولايات الاخرى زي نيويورك والضرائب. لان الرئيس لا يملك يعفو عن اي واحد في اي ولايه. لان دي اختصاص حاكم الولايه ولا رئيس الرئيس. الرئيس يعفو عن القضايا الفيدراليه فقط. نعم. بالظبط. نعم. فهو قدامه حلين، لان هو بعد كده هيدخل في مساءلات وفي الضرائب وإلى آخره، وهتعمل له مشاكل ما أعتقدش إن هي هتشجعه على الدخول في الرئاسة في الفترة القادمة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاشم كريم عضو الحزب الجمهوري، بشكرك مرة تانية. وزي ما بيقول إنه عمره ما شفنا هذه المشاهد في الولايات المتحدة الأمريكية.